السلام عليكم، ازيكم؟ كيف اخباركم واحوالكم؟ ان شاء الله طيبين وبالف صحه وعافيه. نحن الحمد لله بخير صحه وعافيه. معليش غبنا منكم الايام اللي فاتت، في ناس برضو رسلت لي رسائل. الحمد لله انا كويسه والله، لكن بس بعض الاحيان بكون مشغوله مع ظروف الحياه وكده، فما بلقى طريقه يعني اظهر لكم هنا طوالي طوالي، لكن الحمد لله والله كويسين، كلنا بخير صحه وعافيه، ونتمنى انه كلكم تكونوا بخير صحة وعافية، وربنا يصلح حال بلدنا السودان كمان إن شاء الله يا رب. المهم الليلة من الصباح كده بعد ما قديت بعد أغراضي في البيت، وبرضو كنت عندي مشوار وجيت، فحبيت شنو ومشيت الشوبينج برضو، اشتريت شوية أغراض للبيت. ويلا لما جينا الليلة دايرة أعمل تنظيف عميق للثلاجة بالذات، وبرضو أنظف وأرتب باقي البيت. فزي ما شايفين هنا فديت كل حاجة من الثلاجة. يلا في بعض الأحيان برضو بشيل الرفوف برا، لكن بس عشان كان يعني قبل فترة بسيطة بس كان برضو نظفت الثلاجة. فالمهم طلعت الرفوف بتاعت الفواكه والخضروات والرفوف اللي في الأبواب برضو، وحسي بنظفها. وهنا بس الرفوف الموجودة هنا رشيت برضو الأنتي باكتيريا، وبس حسي كده بستخدم برضو مايكروفايبر كلوث وبنظف الثلاجة تمام. ويلا نغسل برضو باقي الرفوف، وبرضو هشوف بعض الأشياء المدة انتهت والمفروض خلاص برضو ندفقها في الزبالة ونرجع نرتب الثلاجة ثاني. في بعض الأخوات كان في فيديو قبل كده برضو قالوا لي إنه مثلا لما تيجي تندي في الثلاجة قفل النور، لكن أنا بس متعودة وبس ما أعرف، لكن بحس إنه أفضل يعني لما أخلي النور فاتح، لكن برضه عشان الكهرباء مفترض كان أقفل النور وشنو. فأنا ما داير أغسل الثلاجة، ما بكوب موي هنا جوا، بس بمسح يعني برشيت البخاخ وبس بالفوطة بمسح. برضه في بعض الناس بيقولوا لي ما تغسلي بموية حارة، أحسن موية دافية ولا باردة، لكن أنا بس متعودة يعني من قمت صغيرة بغسل بالموية الحارة. طبعا عارفة إنه الغسيل بالموية الحارة ممكن تأثر حتى في بشرة اليد برضه ما كويس، لكن شنو، عشان كده أنا لما أجي أغسل في البيت حتى يعني في حياتي اليومية بغسل دايما بلبس جوينتاتي قبل ما أغسل يعني، ومرات بمسح شنو برضو حسي رغم إنه إحنا في الشتاء يعني، فبلبس قبل ما ألبس الجوينتات بمسح شوية شوية موسترايزر، عشان أنا بغسل بالموية الحارة برضو، فزي ما قلت لكم تأثير الموية الحارة في البشرة ما كويس، فبمسح شوية موسترايزر ويلا عداك بلبس جوينتاتي وبغسل يعني. في الحالة دي حنتي بتطلع طبعا، لكن إذا أنا كنت راسمة ما بعمل كده، بس بلبس الجوانتات وبغسل، لكن لو يعني ما فارقة معاي دايما بعمل كده يعني. في النهاية لما أطلع الجوانتات بعدين بلقى برضو الأيادي مرتبة وما يعني الموية ما أثرت فيها. حتى للناس اللي بتعاني من غسيل العدة بالأيادي، يعني زي أنا هنا حسي ما عندي غسالة عدة، فدايما بغسل العدة بالأيادي، لكن زي ما قلت لكم أنا بلبس جوينتات وبعمل موسترايزر برضو. لكن الناس اللي ما بتلبس جوينتات ولا بتعمل موسترايزر مثلا وبيغسلوا كثير كده مثلا بعد ما تغسل العدة، وعاوزة مثلا يدينك تكون كده مرتبة وناعمة، أعملي كالآتي: جيبي كورية وكوبي في الكورية موية دافية، وبعدين أدعي شوية من كربونات وبرضو شوية ليمون، ودخل يدينك في الموية الدافية دي لخلال 5 ولا 10 دقائق، بعدين تعالي وبس يعني استخدمي زي ليفة بتاعت الحمام المغربي، وبس يعني أدعك يدينك جوا وبرا بصورة دائرية عشان تساعد يعني الطبقة الأولانية دي عشان تتحكى كويس. بعديها استخدم أي نوع من المويسترايزر، ولو حسيتي إنه الأيادي جافة شديد بعد ما تستخدم المويسترايزر حاولي البسي جوينتات وقعدي كده تقريبا نص ساعة ولا 20 دقيقة يعني، وبعدين طلعي الجوينتات. برضو بتحسي انه اياديكي ناعمة ورطبة وجميلة يعني، لانه انا عارفة زمان كنت بعاني يعني بغسل بدون جوينتات وبلقى انه يديني يا بتجف بعد ما انتهي من الغسيل. حتى حاليا في بعض الاحيان برضو بغسل بنسى يعني، وبس بغسل كده، لكن يعني مرة ولا مرتين في الأسبوع ولا 3 مرات ممكن برضو، بس تعملوا كالآتي يعني زي ما قلت لكم: جيبوا كربونات وكبوا الكربونات في كورية مع موية دافية وحارة،
وما بين دافية وحارة، وضيفوا شوية ليمون وبستخلوا الأيادي جوا في الموية دي، وبعديها بس نضيفوه كويس بالليفة، واستخدم المويسترايزر برضو. فهنا خلاص زي ما شايفين خلصنا من تنظيف التلاجة. بعد ده نرص كل الرفوف بعد ما غسلتها وجففتها، ويلا بعد ده نشوف المنتجات اللي ما عاوزينها ولا خلاص خربانة، والباقية برضو بنضيفها وبرجع التلاجة. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. First time when I saw you, I thought I lost my mind. فيلا هنا دايرة أنضيف باقي الفواكه والخضروات التانية قبل ما أدخل التلاجة. فأنا كالعادة بضيف شوية من كربونات، يا شوية من خل برضو. فالمهم هنا ممكن كان يعني كنت دايرة أضيف شوية خل، لكن ما كان عندي الخل برضو. فالمهم حسي بس بغسل الفراولة كويس، ويلا بنضيف الفراولة برضو وباقي الخضروات وباقي الفواكه وندخل التلاجة. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you always be around. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. فيلا كده خلاص نظفنا التلاجة ورتبناها، وبعد ده داير عمل شوية دجاج بالجمر، بس نشوي شوية دجاج. فالمهم جهزت التتبيلة، بس عبارة عن بعد الخضروات والبهارات، ومسحتها بس هنا في الدجاج. وبعديها جهزت الجمر هنا بالباربيكيو، وبعد ده بس بحط الدجاج في الشواية. وبرضو دي دجاجة كاملة فما هتستوي هنا نهائيا بعد ما خلاص خطيتها هنا، ويعني تقريبا 20 دقيقة كده.
يلا بعديها طلعتها من هنا وخطيتها، قفلتها بالجستير الألمنيوم فويل ودخلتها الفرن يعني عشان ما تستوي نهائيا. لكن طبعا احنا هنا بنحب الشوي وبنحب ريحة الشوي في اللحمة، عشان كده حبيت ان شنو اشويها هنا. فشويتها كويس، وبعديها بعد ما خلاص هنا زي ما شايفين شال اللون ده كده جميل وشهي. بعد ده بس بلف الدجاجة بالألومنيوم فويل وعلى الفرن، وهنا برضو خليت الدجاج هنا بس لفترة. يلا دخلت الفرن. هنا دا أجهز شوية رز، فنجدت شوية من بسمتي رايس في الرايس كوكر، وهنا بس نفس التتبيلة يعني، بس يعني كنت قسمت التتبيلة ضفت شوية للدجاج وجزء تاني دايرة أضيفها هنا. وبرضو هنا بشرت شوية جزر، وبرضو جبت الجرجير من برا عندنا الجرجير، ف برضو حسدت شوية من طريقة الجرجير وضفتها هنا. وهنا عندنا التتبيلة خطيتها بالجانب، عبارة برضو عن ليمون وزيت زيتون وفلفل الحلو وشوية كركم وبقدونس وشوية شمار وشوية بصل وشوية ثوم. فكل البهارات دي خلطتها هنا مع بعض وضفتها شوية للدجاج، وهنا ضفت البقية في الرز برضو يعني خلت عمل الرز جميل. وهنا برضو ضفتها الجرجير. فالمهم خلطتهم كويس مع بعض، وفي نفس الوقت برضو جبت شوية جمرة من برا وحطيتها في القستير وضفت شوية زيت على الجمرة عشان بعدين بس عشان نخلي ريحة الرز يكون فيه ريحة الشوي كده. خلاص خلصنا. وهنا زي ما شايفين طلعت الدجاج من الفرن. فكده خلاص جهزنا الأكل واتغدينا، وبعديها المطر صبت والجو كان جميل جدا جدا. يلا هنا في آخر اليوم كده حبيت إنه أجهز شوية سموزي من الفواكه اللي نضفتها قبل. فأنا هنا طبعا أنا بحب السموزي الشديد، أبو آمن في بعض الأحيان لو سويت له خلاص أوكي، لكن ما عنده كبر غرض يعني شديد كده مع السموزيز، لكن أنا بحب السموزيز جدا جدا، وبحب إنه أعمل بطرق مختلفة ويعني أستخدم فواكه وبرضو خضروات مختلفة. لكن هنا زي ما شايفين الطريقة دي هنا برضو بحبها جدا جدا. فكالعادة بقطع شوية موز، ممكن نشتري يعني مفرز أصلا الفواكه المفرزة، لكن أنا بفضل إنه أستخدم فواكه فريش برضو وأجيبها وأجهزها وكده يعني. بتديني فرصة عشان أضيف الكميات اللي أنا عاوزة من أي نوع، وبرضو بتأكد إنه الفواكه فريش لأنه بتاعة السوق ممكن تقعد في الثلاجة لفترة طويلة يعني. فالمهم هنا بجيب لي الأكياس بتاعة السندوتشات وبضيف الكمية في بعض الأحيان، بس بعمل شوية موز ومرات موز مع الفراولة، ومرات بضيف عليهم شوية أفوكادو، ومرات بضيف شوية برضو سبينيش يا كمان السبانخ، وممكن أضيف شوية كايول برضو مرات مع شوية عنب. فالمهم بحب انه اعملهم بطرق مختلفة. فهنا بس اللي حبيت استخدم شوية فراولة شوية موز، استخدم شوية اناناس، انا بحب عصير الاناناس جدا جدا وخاصة في رمضان، لكن ما بحب تان حق الاناناس ما بعرف، لكن بتمني طوالي. فابو عمنا عشان بيعرف انه بحب الاناناس طوالي بيجيب شنو البودرة التان بتاع الاناناس، لكن ما قاعد اشربه. فكم مرة فقلت له بس يعني أقنع لأن شنو أنا بس بجهز عصيري بتاعة الأناناس في البيت. فبس بجيب الأناناس هنا وزي ما شايفين بعد ما أنظف كويس، بعدين بقصصه على حسب الأحجام والكميات اللي أنا عاوزة، وبعدين بجي بس بضيف شوية سكر يا شوية عسل مع شوية موية وبخلطهم كويس وبعمل لي عصير يعني جميل جدا جدا. ومرات برضو بضيف فواكه تانية مع الأناناس عشان أعمل شكل سموزي برضو.
فدي برضو طرق بتساعدني جدا جدا لعمل السموزي، لانه ما بدي كل مره دايره اعمل سموزي عشان اجي واقطع الخضروات والفواكه هنا، فبس بجهزها بالطريقه دي في الفتره الصباحيه اذا انا عاوز اعمل سموزي، ولا المسائيه ولا بالليل اي وقت انا حابه ممكن عادي بجي وبطلق ولا بشيل الكميه ولا النوعيه اللي انا عاوزها. وهنا برضو عندنا الكيوي، فحاليا بقيت شنو برضو بحب الكيوي جدا جدا في السموزي، لكن بس شنو بخلط الكيوي بس براو كده يعني مع شوية موية وشوية عسل يا شوية سكر بخلطهم، ويا مرات كمان براو كده يعني لأنه برضو عسل يعني فما بحتاج سكر، لكن بس على حسب رغبتي يعني. فهنا برضو قطعت الكيوي وبرضو بقسم الكيوي على حسب الكميات اللي أنا عاوزها. فالمهم يا هذه الطريقة اللي أنا بحب إنه أجهز بيها السموزيز بتاعتي. وفي بعض الفواكه إذا مثلا طعم السكر معه كثير بضيف شوية بلح برضو في بعض الأحيان معاهم. حبابكم ازيكم اخباركم احوالكم ان شاء الله طيبين وبالف صحة وعافية. احنا الحمد لله تمام التمام. المهم الليلة اصبحنا تاني يوم وحس الليلة عندنا السبت، فالليلة الويكند، والويكند هنا عندنا طبعا يومين، يوم السبت والاحد. دائما بنستغل يوم السبت لو عندنا مشاوير ولا لو في مناسبات بنمشيها برضو، ويوم الاحد دائما يوم الراحة ويوم الترتيب ويوم التجهيز لبداية الاسبوع. فالمهم الليلة يوم السبت، فحس كده داير اجهز، والليلة انا ومحمد وامنا بنطلع نمشي نقضي شوية وقت مع بعض ونغير جو، وانتي حاجات داير اجيبها برضو، وابو امنا الليلة مشغول شوية فحنطلع بس نحن الثلاثة. فقبل ما نمشي حس داير اجهز وعندي بعض الاشياء داير اخلصها برضو في البيت. لكن شنو، في بعض الاخوات بيسألوني في الفترة الاخيرة، رغم انه انا قبل كده في الفيديوهات وريتكم يعني المنتجات دي، لكن في بعض الاخوات عزون يعني ما عارفة ما قاعدين ياخذوا سكرين شوت، ولا بيطلبوا مني يعني اذا ممكن اوريهم صور، ولا اذا ممكن اكتب بعض المنتجات اللي بستخدمها لبشرة وشي بالذات في صندوق الوصف عشان الناس اللي حابة تشتري ولا حابة تجرب. فالمهم وريتكم قبل كده، لكن برضو الليلة خلاص بوريكم تاني واشرح لكم المنتجات اللي انا قاعدة استخدمها، ولا اوريكم صور وبرضو هكتب لكم الاسامي في صندوق الوصف. والمنتجات دي دايما بشتريها مثلا من سفورة وبرضو من الصيدلية، فحوريكم الحاجات اللي بجيبها من سفورة ولا اونلاين برضو، والاشياء اللي ممكن نجيبها برضو من الصيدلية. ما ضروري تستخدموا نفس المنتجات، لكن دي الحاجات اللي انا قاعدة استخدمها ونفعت معاي وحسي حاليا. وانا طبعا بشرتي دهنية وحساسة، لكن المنتجات دي جميلة جدا جدا ونفعت معي في الفترة اللي فاتت. حسي بوريكم هنا في الشاشة وممكن تاخدوا سكرين شوت. فأنا كالعادة اللي بشرتي بحب استخدم أشياء طبيعية يعني، وزي ما شفتوا قبل كده عملت لكم يعني وصفات كثيرة عن
عن ماسكات ممكن نعملها في البيت يعني بمكونات طبيعية وممكن تكون متوفرة وفي النهاية برضو يعني نتيجات جميلة. فقبل كده برضو شاركت معاكم منتجات دي والوصفات للماسكات والعروقات والأشياء دي برضو لو راجعتوا في القناة بتلقوا. لكن أنا يعني غالبا بحب انه اعمل الماسكات الطبيعية ومن اهم الماسكات اللي عندي بستخدم شوية كركم، كركم صافي يعني ما فيه اي بهارات، مع شوية زبادي وشوية عسل بخلطهم مع بعض وبمسح بشرتي. طبعا زي ما عارفين العسل والزبادي والكركم كلها فيها فوائد جميلة جدا جدا. فالمهم بعمل ديل كالعادة في بشرة وشي. وبرضو الاشياء اللي قاعدة استخدمها اللي يعني هنا زي ما شايفين عندي برضو الماسك ده جميل جدا جدا رهيب، اشتريته من سيفورا. فجميل جدا للناس اللي بشرتهم دهنية ولا بشرة الجافة، فجميل جدا جدا. فالمهم انا هسي عندكم اومس سنة قاعد استخدم الماسك ده يعني وجميل. فللناس اللي بتسألني برضو هنا ممكن تاخدوا سكرين شوت اذا عاوزين. فبستخدم الماسك ده تقريبا زي مفترض يعني مرتين يا ثلاث مرات في الاسبوع، لكن انا بستخدم مرات مرة بس في الاسبوع يعني يا مرتين، ما بالضروري استخدم كثير، لكن هسي في الفترة الاخيرة بقيت يعني مرة كده في الاسبوع ممكن. والاشياء الثانية اللي بستخدمها برضو بستخدم ريفايتال ليفت ليزا برضو من ماركة لوريال، وقاعد اشتري الكريم ده من كيمست وير هاوس يعني من الصيدلية، وجميل جدا جدا ممتاز رهيب للناس اللي عندهم حبوب ولا بشرتهم جافة، بيرطب البشرة جدا جدا وبرضو بزيل الحبوب. فالمهم الكريم ده نفع معاي وانا هسي دايما عندي منه يعني. وبرضو تاني من ماركة لوريال برضو عندي السيروم برضو ريفايتال ليفت سيروم برضو من ماركة لوريال. فبرضو للناس الحابة ممكن تاخد سكرين شوت. والحاجة الثانية اللي قاعدة استخدمها بستخدم فنتي سكين، وفنتي سكين قاعدة اشتري من سفورة انا، وجميل جدا جدا مع بشرتي. فنتي سكين فات ووتر النوع ده بالذات رهيب مع بشرتي يعني، بخلي البشرة كده يعني ناعمة ورطبة وجميلة جدا جدا. فالمهم انا بستخدم النوع ده تقريبا زي مرتين في الاسبوع يعني يا ثلاثة مرات، ودايما مرات بالليل يا مرات لو داير اعمل مكياجي وطالعة بمسح حاجة بسيطة. حاجة تانية اللي قاعد استخدمها برضو مع المنتجات دي بستخدم برضو The Ordinary برضو نوع من السيروم جميل جدا فيه هايدرونيك اسيد، فممتاز هايدرونيك اسيد طبعا للبشرة. فالنوع ده برضو جميل استخدمته كم علبة، خلصت من كم علبة ما شاء الله يعني جميل جدا جدا للناس اللي عندهم حبوب ولا بيعانوا من مشاكل السيروم ده. وثم تاني برضو السعر يعني ممتاز جدا جدا، فللناس الحابة برضو ممكن تاخدوا سكرين شوت. فأنا كالعادة يعني قبل ما أخذ مكياجي بحب إنه أرتب بشرتي ببعض المنتجات دي، وكالعادة بستخدم شوية من سيروم بتاعة The Ordinary سيروم، وبرضو بستخدم شوية من لوريال ريفايتال ليفت ليزا. فبحب انه استخدم الكريم ده برضو حاجة كده بسيطة يعني من الكريم ده في بشرتي قبل ما اضع المكياج بتاعتي، برضو بخلي المكياج يعني جميل كده، ويعني بحس انه المكياج في وشي في بشرتي يعني ما شاز كده يعني، والبودرة ذاته لما أضع البودرة والفاونديشن بعدين يعني ما بحس إنه شنو كيكي كده يعني ولا شوية كده قوي يعني، بحس بشرتي كده ناعمة ومرتبة وجميلة. فالمهم أنا كالعادة بحب أستخدم من الكريم ده شوية، وبستخدم من الأودينوري سيروم. يا كمان لو ما استخدمت الأودينوري سيروم بيجي بستخدم برضو شوية من ريفايتال ليفت ليزا برضو السيروم بتاعته هنا، حاجة كده بس بسيطة يعني ما حاجة كثيرة. ويلا بعديها بجي وبدع المكياج بتاعتي. وفي الفترة المسائية بالليل قبل النوم بعد ما أغسل وشي تمام برضو بجي واستخدم شوية من فنتي فات ووتر، وحتى في بعض الأحيان بستخدم شوية من فنتي فات ووتر قبل ما أخذ مكياجي. فحستخدم شوية من فنتي فات ووتر وحستخدم شوية من أوردينري بالذات، وبرضو بجي بستخدم شوية من الكريم ده. السيرنس ما ضروري أستخدم الاثنين في نفس الوقت، ففي بعض الاحيان بستخدم واحد من الاثنين، كلهم ممتازين جدا جدا يعني، لكن بستخدم واحد من الاثنين في اي لحظة.
يلا جهزنا وطلعنا وحسي وصلنا المول وناس آمنة محمد بيحبوا يجوا الحتة دي بالذات ويلعبوا كده، فخليتهم بذروا كل الطاقة اللي فيهم هنا أول حاجة، وبعدين مشينا أكلنا برضو. ويلا أنا كنت دايرة لي منتجات للديكور للبيت، شوية أغراض، وبرضو كنت دايرة لي شوية أشياء لي أنا برضو. فهمنا شوية جوا السوق واتفسحنا، وبعدين تاني مشينا برضو محل الألعاب الكهربائية ولعبوا هناك وتفسحوا واستمتعوا جدا جدا. وبعديها طلعنا تاني، أنا كمان غشيت محلات المنتجات بتاعت المكياج والشينات والحتش وشنو. والمهم قدينا زمن جميل هناك. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. First time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. Woke up long. Nothing in this world I wouldn't do. I would walk 1,000 miles just to see you.
طبعا خلاص بعد ما امنوا محمد لعبوا كده لما خلاص فتروا المهم ثلاثة مشيت غشيت سفورة برضو كنت دار ليا بعد المنتجات وبعديها غشينا بعد الأسواق ورجعنا البيت. فإن شاء الله تكونوا قديت زمن جميل معانا الليلة ولحد المرات الجاية نشوفكم على ألف خير. مع السلامة.